أهلا بكم. ننتقل مباشرة إلى معراب لمتابعة المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع. حلوة دي صارت عم تستعمل بأطر غير أطرها الحقيقية ولأهداف غير أهدافها الفعلية. من جهة تانية موضوع اقتراع اللاجئين السوريين اليوم في لبنان. رح بلش بموضوع الانتخابات الرئاسية، رح اخذ بعض اللي قاله السيد حسن نصر الله مع احترامي له، بس لانه بعاد كثير عن الواقع. طبعا ما رح اتطرق لكل اللي قاله السيد حسن نصر الله لانه طويل، خصوصا بالملف السوري في مغالطات كثير كبيره، بس بتركها لمناسبات اخرى. رح اتطرق بس لبعض يلي حكيه بموضوع الانتخابات الرئاسيه. اول نقطه هي انه قال السيد حسن موضوع الاتهامات في لبنان امر شائع وعادي، مظبوط، لكن لا مشكله لدينا نحن في حزب الله وكتله الوفاء للمقاومه للقول اننا نتحمل مسؤوليه التعطيل، وهذه الشماعه التي اسمها حزب الله علقوا عليها اللي بدكم اياه. بالحقيقه ما علقنا عليها اللي بدنا اياه نحن، وصراحه مش نحن بس، يعني بتمنى لو السيد حسن بيطلع على كل استطلاعات الرأي اللي عم بتصير كلها، وبالأخص واحد منهم لفت لي نظري صار بآخر أسبوع، انسأل فيه سؤال بسيط: مين تعتبر أنه عم بيعطل الانتخابات الرئاسية؟ طلعت النتيجة هون، عم بحكي صراحة على المستوى، صار هذا الاستطلاع رأي على المستوى المسيحي فقط، بس ما بتصور النسبة مختلفة إذا أخذنا بعين الاعتبار كل اللبنانيين مسيحيين ومسلمين. كانت النتيجة على أنه 63% من اللبنانيين بيعتبروا على أنه فريق 8 أدار هو اللي عطل انتخابات الرئاسية، بعضه عم بيعطلها. في مثل العادة أقل من 20% شوي من الناس ما بيحبوا يعطوا رأي، وفي 20% أو أقل شوي قالوا أنه جماعة 14 أدار. طبعا ال 20% أو أقل شوي هن الفريق الحزبي الضيق للفريق الاخر يلي حكما بدهم يقولوا هيك، بس اذا بنيجي بناخذ الراي العام العريض بنسبه 63 ل 65% رايهم كان واضح. فاذا هيدي مش اتهامات. الشعب اللبناني كله حضر خمس جلسات انتخابيه، خمسه، مش انه وحده او اثنين او ثلاثه، خمس جلسات. وبكره ب 9 حزيران عندنا جلسه سادسه. بالخمس جلسات واضح جدا في 75 نايب حضروا. هن كناية عن فريق 14 أدار وكتلة جنبلاط وكتلة الرئيس بري، واضح جدا. وفي كتلتين كبار غابوا، هن كتلة حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح. وهالغياب هذا هو اللي عطل الجلسات الانتخابية. لماذا وإلا سنتصور لو بأي وحدة من هالجلسات نزلوا وكفوا، بس نزلوا يعملوا انتخابات فعلية، مش نزلوا أثبتوا حضورهم ورجعوا طلعوا، رجعوا عطلوا النساء ورجعوا فاتوا ورجعوا طلعوا. شو كان صار؟ كان صار انتخابات. وبالتالي بدون ما يكون حدا منا عم بيطلع اشاعات على الاخر، هي مش اشاعات، على التلفزيونات قدام كل الناس، اللي معطل الانتخابات الرئاسيه لحد هلا هو فريق 8 اذار، بغيابه عن كل الجلسات التي عقدت لمحاوله انتخاب رئيس جديد للجمهوريه. هاي اول نقطه. ثاني نقطه عند السيد حسن بقول انه بناء على معلوماتي ومعطياتي المشروع الحقيقي لم يكن على الاطلاق انتخاب رئيس قبل 25 ايار. المشروع الحقيقي عند الفريق الاخر كان التمديد لرئيس الجمهوريه. ولا احد يقول لنا ويتهمنا باننا عطلنا الانتخابات، فالفريق الاخر ما كان بده انتخابات، كان بده تجديد. طيب مره من جديد انه على اي اساس السيد حسن عم بيقول انه نحن ما كان بدنا انتخابات وكان بدنا التمديد لرئيس الجمهوريه. طب وقت اللي فريقنا اعلن عن مرشح له قبل بشهرين مش هلا، واعلن عن برنامج لهالترشيح، ونزل على اول جلسه وعلى ثاني جلسه وعلى ثالث جلسه وعلى خامس جلسه، ونزل وصوت للمرشح تبعه، كيف يكون بده التمديد؟ يعني تنفترض انه بهالوقت نزل فريق 8 اذار وصوت للمرشح تبعه، بتاني بثالث برابع دوره كان رح يكون عندنا رئيس الجمهوريه، كيف كان بيكون كيف كان بيكون بدنا تمديد؟
وبالتالي السيد حسن عم بيحط لنا نوايا مش موجودة عندنا وترجمت أكثر ما يكون بتصرفاتنا. هاي من جهة. من جهة أخرى تنسلم جدلا واستطرادا كليا إنه فريق 14 أدار كان بده التمديد. السيد حسن ما قاله بفريق 14 أدار شو بده، قاله بهو شو لازم يعمل. طب ليش فريق 14 أدار ممكن كان يوصل على التمديد إلا بالتلتين تمديد؟ بأول دورة، بتاني دورة، بسبع دورة، بالدورة 17 تمديد بده تنتهي حكما لأنه بده تعديل دستوري. وبالتالي كان ممكن نحن يكون هاي خطتنا اخذين بعين الاعتبار انه بدنا التلتين، والتلتين حكما بدهم الجنرال ميشيل عون وحزب الله. طب تنفترض انه هاي كان نيتنا، ليش ما نزل السيد حسن مع كتلته وتكتل التغيير والاصلاح وصوتوا هن ليه بدهم اياه وما خلوا التمديد انه يصير؟ فاذا عم بيحط لنا نيه مش موجوده عند السيد حسن، وفي ذات الوقت هو عم بيعطل الانتخابات، وعم بيقول عطل الانتخابات لانه نحن كان عندنا هالنيه. لا عم بيقولوا انه حتى لو كان عندنا هالنيه نحن ما كان عندنا اياها بدليل وجود مرشح وبرنامج، حتى لو كان عندنا هالنيه هو كان مفترض ينزل على المجلس النيابي ويمارس دوره، كان 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 يمكن طلع مرشح او طلع مرشح اخر، وبالتالي ما كان صار التمديد. بس هون بين هلالين بدي اقول على انه السيد حسن معتبرها مؤامره انه كان في البعض بده التمديد. مزبوط، وقت تبين اخر اسبوعين ثلاثه على انه الفريق الاخر مستمر ومصر وصامد على تعطيله، طرح بعض الاوساط الدبلوماسيه انه خيي لما نوصل على الفراغ ليش، وقبل اخر جمعتين ثلاثه يعني اخر جمعه يمكن، انه ليش ما بتروحوا بتمددوا للرئيس سليمان اقل له يعني سنتين، او اذا مش سنتين سنه، فكنا ما وقعنا بالفراغ وما بخفي وهو ما خفي يعني غلطه البطريرك كثير طرح هالطرح، بس شايف انه واصلين على الفراغ، قال لك بين الفراغ والتمديد لا افضل مدد لنا شي سنه، مع انه البطريرك بالاساس كان ضد التمديد، وبتعرفوا قديش هو حكي ضد التمديد البطريرك، بس هذا شيء. وانه الفريق السيد حسن يحط لنا نحنيه من الاساس هيك، وحتى لو حط لنا اياها هو ما له معنى، هو له اللي بيعمله هو، ما في عطل انتخابات يقول لانه كان عندنا نيه نحن بالتمديد، لنا حق، اذا بدنا لنا حق يكون عندنا نيه بالتمديد. كنت عم بقول فتحت هلالين صغار تشوف يعني تقول الله الله يديني كيفيه بلبنان، انه سنه 2004 حزب الله كان بطليعه اللي عملوا معركه الداحس والغبراء، فوتوا لبنان تقريبا بشبه حرب اليه تمددوا الرئيس لحول. هلا صارت خيانه انه اذا حدا فكر بالتمديد، برجع بقول مش معناتها فكرنا بالتمديد. هاي من جهه، من جهه ثانيه رئيس ميشيل سليمان، ما انتم انتخبتوه مثل ما انتخبناه كلنا سوا، هلا التمديد كمان للرئيس سليمان سني، كمان هاي صار خيانه وطنيه، هودي على هامش البحث بس. النقطه الثالثه هي انه بيقول السيد حسن ما جرى في الانتخابات حتى الان تم ترشيح تحدي لا يمكن انتخابه رئيسا لقطع الطريق على مرشح جدي يمكن ان يصل الى الرئاسه. انا بركي حدا من الموجودين او من غير الموجودين معنا اليوم في فسر لي هالمعادله يلي بعض الاوقات عم شوف الفريق الاخر عم بيسوقها بشكل مستمر، انه انا مرشح تقطع الطريق على الجنرال عون. حدا بس يقدر يقنعني 1% كيف انا مرشح تقطع الطريق على عماد عون؟ ليش بشو ترشيحي بيقطع الطريق على عماد عون؟ انا برايي ترشيحي بزيد حظوظ عماد عون، لانه طبعا فريق حزب الله بالاخص بقدر ما انه حابب انه انه الاوضاع تضل على ما هي عليه وما حدا يهزله بواقعه بالواقع القائم بالوقت الحاضر، اذا حس على انه سمير جعجع عنده امل 1% يوصل على رئيس الجمهوريه راح يروح دغري بكل قوته ويجرب ينتخب جرب ينتخب رئيس بيوازي سمير جعجع تمثيلا ويدعم ترشيحه للاخر. وبالتالي كمان من جديد افتراضات افتراضات افتراضات، صراحة ما بعرف إذا افتراضات ولا محاولات عن سابق تصور وتصميم هيك لي من جديد لتلطيخ الصورة، لطرح الأمور على غير ما هي عليه، لطرح كل ترشيحة على غير ما هي عليه. أنا أول سؤال بدي أسأله أخي، ليش ترشيحي ترشيح تحدي؟ أنا لبناني ماروني عادي، قانونيا اللي كل الحق ترشح، سياسيا من اكثر انه حق يترشحوا رئيس اكبر حزب مسيحي بالوقت الحاضر، اذا حب الفريق الاخر يعترف فيها ولا لا في يرجع لارقامه. إيه ليش 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 انه اذا ترشحت ترشح تحدي؟
برنامجي واضح جدا، ارائي لا تتطابق مع اراء حزب الله، مزبوط، مثل ما اراء حزب الله لا تتطابق مع ارائنا نحن كمان، مزبوط. وين المشكلة؟ ليش ترشيح ترشيح جدي؟ يعني يلي بده يترشح بده يكون اراءه متطابقة مع البدوية حزب الله، حزب الله يعني بصير مرشح تحدي؟ هذا مش توصيف صحيح، هذا توصيف استنسابي جدا انطلاقا من نظرة السيد حسن للأمور. هو حر انه يضل عنده هالتوصيف، بس بالفعل بالفعل ما بدي اتحدى حدا، ولا مرشح اتحدى حدا، ولا مرشح تقطع الطريق على حدا. انا مرشح تحاول اوصل على رئيس الجمهورية، واذا ما قدرت انا اوصل تحاول وصل اقرب شخص ممكن لنظرتنا للامور ب 14 اذار لرئيس الجمهورية بكل بساطة. هل هذا حق مشروع لحيالله فريق سياسي؟ اكيد حق مشروع، وبالتالي ليش هالتوصيف انه مرشح تحدي؟ تنشي لقطع الطريق على مرشح جدي. وش قلنا يا سيد حسن؟ وين مرشح جدي؟ طيب اذا مرشح جدي ليش ما نزلت فيه على المجلس النيابي؟ وقت اللي رشحت الرئيس نجيب ميقاتي على رئيس الحكومه عملت له معركه دحس وغبراء وجبت له فوق ال 65 سنه. تا تا يعني التزم فيه كعين رئيس حكومه، تسمي رئيس حكومه. طيب ليش هلا ما بيكون عندك مرشح؟ واضح المعارف، شو بدك فيه انا؟ سيد حسن بضل بشغل فيه، خيي انا بفهم عواطفه وبشكره على كل هالاهتمام، بس لو بيهتم شوي باموره، يهتم على انه يكون عنده مرشح هو ويعمل له معركته ويجمع له اصواته وينزل على المجلس النيابي ويطلعه. هلا هو قلبه علي انه انا مرشح ما راح اطلع، هاي انا بتحمل مسؤوليته وفريق 14 دار بتحمل مسؤوليته. وبالتالي كل هالمعادله اللي حطها واللي جرب يحطها الله يوجهه الخير على طريقة استاذ بكرادوني، كان يحب هالمعادلات هودي، رئيس تحدي لمنع رئيس جدي. لكن بتمنى يضل بعيد عنها السيد حسن لانه ما بتلبق له هو. كل هالتوصيف هذا منه بمحله ولا يعبر باي شكل من الاشكال عن الوقائع. انا مش مرشح تحدي، انا مرشح برنامج، عندي برنامج معين هو برنامج 14 اذار، عم حاول ما بدي اقطع الطريق على حدا. كانوا ينزل على الانتخابات وقلت عدة مرات وهلا برجع باكد من جديد على انه اي حدا بيطلع بالانتخابات بالمجلس النيابي بطريقه شرعيه قانونيه رئيس، انا اول واحد بروح وبهني. هذا الكلام الصحيح. نقطة رابعة بيقول السيد حسن نحن لا نبحث عن رئيس جمهورية يحمي المقاومة في لبنان. فالمقاومة تحمي الدولة والشعب والوطن والكيان والسيادة والأمة. هذا كلام غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لنا. أنا كوطني لبناني مواطن عادي، مواطن لبناني عادي، ما بقبل هالكلام. أنا دولتي دولتي وكياني كياني وسيادتي سيادتي، بتأمنها الدولة اللبنانية يلي مسؤولين فيها الناس انتخبوا الشعب اللبناني بطريقة أو بأخرى. كل الباقي منه مقبول على الإطلاق. من جهه ثانيه بالحقيقه وانا ما كان بدي اتطرق بهالموضوع، بس لانه اجى بسياق الكلام عن رئيس الجمهوريه وعن رئيس الجمهوريه، نحن لا نبحث عن رئيس جمهوريه يحمي المقاومه. كمان نحن ما بدنا رئيس جمهوريه يحمي الدويله بلبنان ويكفي لها وجودها. هيدي متفقين، هاي النقطه الوحيده متفقين نحن والسيد حسن عليها. بدي اقول على انه وجود حزب الله مثل ما هو موجود بالحقيقه يضعف الدوله. مش المقاومة تحمي الدولة، مضاعفها، هيدي مشاهدة عينية علمية انه كل الأطراف تجمع عليها. بس انه وجود دولة بتضاعف الدولة الموجودة حكما، لأنه بتربع على هامشها وكبرازيت عليها. فإذا الجملة الحقيقية هي انه حزب الله بالحقيقة يضعف الدولة. ويرمي اليأس في 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 نفس الشعب اللبناني. لأنه الشعب اللبناني ما مش شايف له خلاص من هالجورة اللي هو فيها. انه وجود حزب الله بالشكل اللي هو موجود فيه عامل عدم استقرار دائم، عدم استقرار دائم الامني والعسكري، عامل عدم استقرار سياسي، ما عم بيخلي الدوله تمشي مثل ما لازم، موارد الشعب اللبناني قسم كبير منها بتحول باشكال غير شرعيه لحزب الله وقواه العسكريه والامنيه من وراء هالوجود هذا، حتى الاصطياف بطل موسم اكيد، الشغله اللي كانوا يعتشوا منها اللبنانيين، والدوله اللبنانيه ما بقى مقبوضه جد انطلاقا من وجود دويله على كعب. عشان هيك وجود حزب الله بالحقيقه يضعف الدوله، يرمي الياس في نفس الشعب اللبناني، يضرب تماما
مفهوم الوطن والكيان والسيادة والأمة. النقطة الخامسة والأخيرة بما يتعلق بالسيد حسن، وقت بيقول نحن متواضعون بالهدف، نريد رئيسا لا يتآمر على المقاومة ولا يطعن المقاومة في ظهرها ويثبت على موقفه من المقاومة. يا أخوان ما تأخذوني بالتعبير، ما حدا يأخذني بالتعبير، بس المقاومة مش الله، يعني مش هي المقياس يلي بتدور حول منه الكواكب والنجوم والحركة السياسية بالدنيا كلها وبالشرق الأوسط بتدور، ولازم تدور حول منه الحركة السياسية بالدنيا. هذا مفهوم مش مزبوط، هون بالأساس مش مزبوط، هذا مفهوم خطأ خطأ خطأ. حزب الله ليس هو المقياس في لبنان، بل المقياس هو الدولة اللبنانية فقط لا غير. أوكي، لذلك أنا بقبيل هذا القول، بقول نريد رئيسا لا يتآمر على الدستور ولا يطعن الدولة في ظهرها ويثبت على موقفه لصالح الشعب اللبناني. انتهينا مع السيد حسن. بنقول لسياسيين آخرين من 8 أدار، واحد منهم كان عم بقول من يومين ثلاثة، ما بعرف إذا على سبيل المزح ولا الجد، بس مضطر أنا أخذ كلامه مثل ما قاله، قال حسبنا أنا وعون، هو عم يحكي حسب هو والجنرال عون بالورقة والقلم، وتبين أن الجنرال يستطيع الحصول على 65 صوت. طبعا أنا أول سؤال بينطع ذهني ليش ما نزل على الجلسة، بس بضيف هالسياسة من 8 أدار، لكنه رفض، بيحكي عن الجنرال عون، رفض أن يكون رئيس بدون موافقة سعد الحريري والطائفة السنية عليه. شوي شوي، ما كلنا موجودين بالبلد وولاد هالبلد متابعين الأحداث فيه. امبارح، مش عم بحكي أنا، قلت امبارح إنه مش إنه بس ما أخذوا، ما قبلوا يعملوا شيء بدون ما ياخذوا برأي سعد الحريري والطائفة السنية، إنه هلا تعرفوا على إنه سعد الحريري هو الموصل الأول للطائفة السنية بلبنان، ما بتصور هلا، من سنتين دخلكم ما كانوا عارفينها، وبرضه من سنتين ما كانوا يقبلوا يخلوه رئيس حكومة بالرغم من اتفاق الدوحة وبالرغم مما قضى به اتفاق الدوحة بعدم انسحاب أي فريق من الحكومة وإسقاطه. مش بس سقطوا سعد الحريري من رئيس الحكومة، هو عم بفوت على البيت الأبيض، شو اللي عملوا كمان؟ راحوا شكلوا الحكومة بدونه وأقصوه عنها كليا، وما كانوا يقبلوا يكون عنده أي وجود فيها. امبارح يا عمي كنتوا أنتوا تلتين وزيد بحكومة لا فيها سعد الحرير ولا فيها تمثيل لإله. طيب هاي بلتوه هلا عم بتقولوا انه ما بنقبل لعنا، انه هلا معه 65 صوت بس ما بيقبل ينزل على مجلس النيابة، بس لانه ما بدهم يزعلوا سعد الحريري وما بدهم انه ما تكون طائفة سنية ممثلة. طبعا هالكلام انا بعتبر ما في منه اي شيء من الحقيقة، يجافي الحقيقة كلية. الحقيقة انه ما معه 65 صوت، واذا معه 65 صوت يتفضل ينزلوا بكرة في جلسة 9 حزيران، بتسعة حزيران في جلسة يفضل ينزلوا وخليه يطلع، بيطلع رئيس يطلع، ما حدا رح يلومه انه ما حدا رح يجي يحسب له اصواته ومنين اجوا وشو اساسه انه اي كتلة واي كذا، لا رح يطلع رئيس جمهورية. بالاضافة هون بدي اذكر اللي كان عم يحكي هالحكي، انه رئيس سعد الحريري اكثر من مرة صار قايل انا ما عندي فيتو على حدا، واللي بحب يترشح ويطلع رئيس جمهورية يطلع رئيس جمهورية، انا اول واحد بهني. وبالتالي كل هالكلام كلام ساقط مجرد لغير الرماد بالعيوب. بنقول على النقطتين بس طرق لهم صديقي جنرال عون. اول نقطة بيقول جنرال عون انه كان بينزل هو على الانتخابات بس لم يكن هناك مرشحا ميثاقيا بوجهنا. انا مثلا ما فهمت الجملة، شو انه هو شو بهمه يعني بغيره مثل كل واحد منا، انه بيهمه انا اتصرف مزبوط او هو يتصرف مزبوط؟ هو يتصرف مزبوط اذا انا ماني مرشح ميثاقي، تنفترض يعني تنفترض مثلا الجنرال لازم يكون مبسوط الجنرال عون، لانه اذا ماني مرشح ميثاقي رح تتبين هاي بالانتخابات داخل مجلس النيابه، لانه اذا ماني مرشح ميثاقي يعني رح اخسر اصوات السنه والشيعه والدروز، وبالتالي كيف بدي اطلع رئيس الجمهوريه اذا اخذنا بعين الاعتبار ان الصوت المسيحي مقصود؟ فهو مرفوض، عم بكف الجنرال عون عم بيحكي عني، فهو مرفوض من بقية الطوائف كما من نصف المسيحيين. أنا رح بلش بالعكس، الجنرال عون مرفوض كمان من نصف، ما هو حق، أنا مرفوض من نصف المسيحيين وهو مرفوض من نصف المسيحيين، فإذا طيب برجع من هون بطلع على قصة المسيحيين. أنا مش مرفوض من نصف المسيحيين بس بدي أترك هالتفاصيل الصغيرة لفيما بعد.
بالوقت اللي هلا اجى العون صار مرفوض من اكثر من نصف المسيحيين طبعا. اوكي بدي اقوله على انه بما يتعلق بقيه الطوائف، بتعرفوا بمناسبه الاستحقاق الرئاسي كل يوم في 20 استطلاع رأي بيصيروا بالبلد كل يوم كل يوم بهالايام من شهرين لهلا. كل استطلاعات الرأي بتعطي على انه سمير جعجع عنده تأييد كبير بالطائفه السنيه، كبير. جنرال عون عنده تأييد بالطائفه الشيعيه بس مش قد تأييد سمير جعجع بالطائفه السنيه. بالطائفه الدرزيه جنرال عون مش موجود، سمير موجود، سمير جعجع موجود ولو مش بنفس النسبه الموجود فيها بالطائفه السنيه. بالطائفه الشيعيه جنرال عون عنده تأييد مقبول بس مش قد ما عندي اياه بالطائفه السنيه، وانا عندي وجود بالطائفه الشيعيه اقله اقله قد ما عنده جنرال عون بالطائفه السنيه. مين بيكون مساهم مين ما بيكون مساهم. بالاضافه الى انه طبعا مش مشكله الجنرال عون اذا انا مش مساهم، هي بتكون مشكلتي انا وبدها تبين بالانتخابات الرئاسيه داخل مجلس النيابه، وبالتالي هذا التوصيف منه صحيح. نقطه ثانيه اللي قالها الجنرال عون وفي مكان ما بوافق الراي عليها هي انه قال جنرال عون انتخابات ليست جديه حتى الان، ليش ما كانت جديه وما فات على جلسه لوجود ثلاث مرشحين وانه هاي مناورات. هلا وجود مرشح الثالث كيف بنحلله نحن حق مما كان انه يترشح، بس انا رايي هون من راي الجنرال انه وجود المرشح الثالث يعني خلينا نقول لتحسين الوضع الانتخابي الرئاسي لفريق من الفرقاء، وهذا حق ديمقراطي بهالحدود. بس ما فينا لحديث هاللحظه نقول على انه وجود المرشح الثالث هو يلي معطل الانتخابات، مش صحيح. عدم نزول تكتل تغيير والاصلاح على الجلسات هو اللي عم بيعطل الانتخابات، لانه وقت اللي بينزلوا على الجلسات بصير في مرشحين جديين، واحد بياخذ له 54 55 صوت والثاني 54 55 صوت، المرشح الثالث يلي معه 10 اصوات فيه يضل نازل دوره ماكسيموم دورتين بس ما فيه يرجع يكفي، لانه بتصير واضحه جدا ومثل ما هي بكل دول العالم مثل ما هو بالمنطق على انه المرشحين اللي معهم اكثر شيء هن اللي بيكفوا والاصوات الاخرى تتوزع عليهم، واحد منهم بيطلع رئيس جمهوريه. بالحقيقه مع انه كبدايه انا بوافق مع العماد عون على انه الترشيح الثالث هو مجرد لتحسين اوضاع الانتخابيه الرئاسيه لفريق من الفرقاء، بس مش هذا اللي معطل الانتخابات الرئاسيه، اللي معطل الانتخابات الرئاسيه هو عدم نزول تكتلات 8 اذار باستثناء كتله الرئيس بري الى المجلس النيابي، لانه وقت بينزلوا هودي ما بقعد في مجال لمناورات مثل هالمناورات. هيك كون خلصت من الانتخابات الرئاسية. بدي اضطر عرضا لنقطتين اخيرتين. اول نقطة الى علاقة بشيء عم بسميه البعض حوار بكل على كل مفرة كل وقت للتاني منلاقي البعض كل ما كان في يعني عملية دستورية بدها تصير بيقولوا لنا تعاودوا نعمل طاولة حوار. طيب يا جماعة بدنا نفهم انه بلبنان في دولة إلى دستور وفي قوانين ترعى مسيرتها أو لا؟ ما في. يعني وكأنه على كل مفترة عم بينطلب منا نعمل هيئة تأسيسية تنبحث بهالنقطة المطروحة، وهذا خطأ. إذا بغفل من الزمن سنة 2006 للأسباب المعروفة وعلى أثر الزلزال الكبير يلي تعرض له لبنان، اغتيال الرئيس الحريري وشهداء ثورة الأرض من جهة وانسحاب الجيش السوري، إذا افترضنا إنه هيك مفصل بده على إنه نلتقي تنجرب نحط خطوط عريضة للمرحلة القادمة، بس مش معناتها نفترض بطل في دستور بلبنان، بطل في قوانين، بطل في دولة. انتبهوا، حد كل هيك شكل الدعوة للحوار وقت بتيجي بإطار غلط تكون دعوة مدمرة. يعني هلأ في البعض عم ببلشوا يقولوا، وهون بدي أتمنى على خصوصا الأصدقاء، أنا بعرف في البعض منهم نواياهم حسنة بس مش على طول النوايا الحسنة بتأدي إلى نتائج حسنة. بدي أتمنى خصوصا على الأصدقاء، خصوصا الرئيس بري، لأنه بعرف نواياه قديش حسنة لهذه الجهة. هلا نحن مش بصدد لويا جرجة تنشوف شو بنعمل بلبنان، هلا بصدد تطبيق الدستور لجهة انتخاب رئيس جمهورية، وبالتالي مطلوب على أنه الرئيس بري يحط ضغط النفس اللازم، لانه يمكن ما في يعمل اكثر من الضغط النفسي والمعنوي على كل النواب لحضور جلسه انتخاب رئيس جمهوريه. ما بتصور بدها هالقد القصه. هلا اذا بعض الكتل هيك عم تتصرف تاخذونا على مؤتمر تاسيسي لكل نقطه من النقاط المطروحه،
ما حدا قدر أخذنا على مؤتمر تأسيسي واسترجع يطرح موضوع الدستور بشكل عام. شو عم بيعملوا؟ عم بيجربوا على كل مفرة يخدونا على مؤتمر تأسيسي بنقطة معينة من الدستور. يعني اليوم إذا بدنا نروح على جلسة حوار بما يتعلق بانتخابات رئيس الجمهورية، يعني أسقطنا المواد اللي عليها بانتخابات الرئيس من الدستور، وإلا إذا بدنا نعمل فيها لشو رايحين نتحاور على شو؟ نروح على الجلسة؟ ما بدنا حوار، ما المواد موجودة بالدستور. وإذا قبلنا لو قبلنا الدعوة للحوار ورحنا على حوار نشوف كيف نشكل الحكومة مثل ما انطرحت كثير قبل، كمان كنا أسقطنا كل المواد من الدستور يلي إلها علاقة بكيفية تشكيل الحكومة. وهل مجرة حتى بالموضوع يلي سمي استراتيجية دفاعية ما بدها حوار؟ في مواد بالدستور واضحة وبوثيقة الوفاق الوطني يلي انتهت حرب لبنان على أساسها بتقول كيف لازم تصير العملية. أنا مع كل حوارات جانبية ممكن تصير، مع كل حوارات ثنائية، مع أنه يتواصلوا كل الفرقاء كل وقت مع بعضهم، هذا شيء. وأنه نعمل طاولة حوار بمكان ما عم بتكون نوع من الهيئة التأسيسية وكأنه معنا مرفوض كليا، أمر مرفوض كليا كليا كليا. من هلا عم بقول أمام الملأ وللعلن كليا مرفوض، هذا مش حوار، هذا ضرب للدستور اللبناني للقوانين للدولة اللبنانية الحالية، وهذا الشيء طبعا لم نقبل نشارك فيه ولا رح نقبل نصير بالمرة. النقطة الأخيرة بدي أطرق اليوم موضوع انتخابات الأخوة اللاجئين السوريين في لبنان. أولا يعني بأيام الخير ما صار انتخابات انتخابات تتوصف يعني انتخابات في إلها مقومات، يعني ما في حدا منا اليوم يجي يعمل هيك عملية مدري شو هي ويقول أنا عملت انتخابات. انتخابات إلها مقومات وإلى ظروفها وإلى أجواءها إلى مناخاتها إلى تحضيراتها إلى مقوماتها. بأيام الخير بسوريا ما كان في مقومات لانتخابات رئاسية جدية بأيام الخير، ولو هالمقومات متوفرة أصلا ما كنا وصلنا على الثورة السورية الحالية يلي هلأ صار لها 3 سنين وصارت مكلفة 200,000 قتيل للأسف، وصارت مكلفة 5 مليون مهاجر خارج سوريا وخمسة تانيين داخل سوريا، وللأسف الحبل بعده على الجرار. لو الانتخابات اللي كانت تسمى انتخابات بسوريا كان إلا مقومات. فإذا ما يسميه النظام السوري بالوقت الحاضر انتخابات رئاسية ما عنده أي من مقومات الانتخابات. أنا عم بحكي هلا موضوعيا، هاي نقطة. نقطة تانية، أكترية الساحة من المجتمع الدولي مش معترفة بهالانتخابات، وبالتالي ما رح يطلع عنا رئيس الانتخابات. بس المهم ما أنا معترفة بهالانتخابات، أكترية الدول المجتمع الدولي طبعا ما تقولوا لي هلا كوريا الشمالية وفنزويلا وسورينام، مع احترامي لهالدول بس هم كل عم نصير مطرح اخر. اكترية المجتمع الدولي واكترية المجتمع العربي مش معترفين بهالانتخابات. والشغلة الثالثة، اكترية الدول كمان ما حدا يقول لي انه البرازيل سمحت لانه ما في لاجئين سوريين بالبرازيل، ما حدا يقول لي على اكترية الدول، أكترية الدول حتى فرنسا مثلا تعرفوا قديش ضامنين هالدول، فرنسا بريطانيا أوروبا أمريكا قديش ضامنين على على مظهرهم الديمقراطي، ما سمحوا على أنه يصير انتخابات لسبب بسيط على أنه هالانتخابات غير صادرة عن سلطة شرعية. ما هيك؟ ومن جهة أخرى هالانتخابات هيدي ما لها مقوماتها بالوقت الحاضر. لو في مقومات انتخابات رئاسية جدية بسوريا ما كان بيكون عندنا لاجئين. نحن أنا ما عم بحكي إنه عندنا 100,000 عامل سوري، هودا واجباتنا كان إنه نفتح لهم الصناديق الاقتراع بالسفارة السورية بلبنان، أبدا. عم نحكي عن مليون لاجئ غير عن العمال الموسميين، يمكن أكثر، بس خليني توقف عندنا مليون لاجئ. تكون في مليون لاجئ هون معناتها إنه في مقومات انتخابات رئاسية بسوريا. وبالتالي أنا كنت بتمنى يعني على وزير الدفاع وزير الداخلية على إنه يتنبهوا لهالأمر، لانه اللي عم بصير اليوم مش انتخابات، اللي عم بصير هو كنايه عن مظاهره تأييد لفريق سوري معين هو فريق النظام، وتغليب فريق على فريق اخر. بكره اذا قام فريق المعارضه بلبنان هو طبعا اكبر بثلاث اربع مرات من فريق النظام، قال انا كمان بدي امشي على الطرقات ونرجع نعمل العجل اللي عم نشوفها اليوم وزياده عن مصايب البلد، نرجع نسكر يوم من جديد. شو بنقول له؟ انت ما لك حق، بقول انا بدي اعمل انتخابات رئاسيه، بيعمل شيء هيك بسميه انتخابات. ما زال هلا اللي عم بصير اليوم بسوريا مسمينه انتخابات، في مكان يعمل شو مكان يسميه انتخابات. وبالتالي كنت بتمنى على المسؤولين بالدوله وبالحكومه على انه يتنبهوا للامر وما يتركوا المسرحيه اللي عم تصير انها تصير.
من جهة عم تعطل الحياة ولو على نهار أو جزء من الحياة الاجتماعية الاقتصادية بلبنان، من جهة أخرى وكأنه نحن عم نغلب فريق سوري على فريق سوري آخر، من جهة ثالثة عم نشهد على شيء ما لازم نشهد عليه، وهو وكأنه عم في انتخابات جدية بالوقت يلي ما في انتخابات جدية بسوريا من بعد استشهاد 200,000 سوري. طبعا عنا يمكن 1,000,000 جريح، عنا عشرات الملايين من اللاجئين خارج سوريا وداخل سوريا. أنا أوقف عند الحد وأترك المجال إذا بتحبوا تسألوا أي أسئلة. طرقت حضرتك لكلمة السيد حسن نصر الله عن وقت اللي قال إنه ما بدنا رئيس يحمل المقاومة، ولكن مش في إجابة بهالكلام بالمقابل إنه ما عم يطلب من الرئيس المقبل أو ببرنامجه يطلع يقول إنه هو بده يحمي هالمقاومة، يعني ما راح الرئيس المقبل ما ريحه؟ أنا ما بعتقد بهالسياق إجا كلام السيد حسن بقدر ما إجا بسياق للأسف هيك التعالي إنه ما هني مش بحاجة لحدا يدعمون، هني بيدعموا الكل بيدعموا، وكل هالكلام بحد ذاته منه مقبول بالنسبة لي. تبرر التعطيل اللي عم بيعملوه يعني انتبه جديا يتحملوا مسؤولية شعبية كثير كبيرة، من واضحة ما حدا في يحكي شيء، يعني ما حدا في يكذب اللي عم بيصير، انه عليهم مسؤولية كثير كبيرة بتعطيل انتخابات الرئاسة وبالتالي بتعطيل موقع الرئاسة. كيف بدهم يبرروها؟ انه كأنه ترشيحي هو كان السبب، طيب كيف صار ترشيحي؟ انت ترشحوا عملوا بس مين؟ انا حقيقي ترشح لو بدي اخذ صوتين، نتعامل مع اخذ صوتين. للأسف لحد هلا الفريق الآخر بعضه عم بيتعاطى بنفس الطريقة مع الانتخابات الرئاسية، بمعنى انه يا كل العالم بياخذوا لهم مرشحهم بوافقوا عليه مسبقا تيروحوا على جلسة ويأمروا نصابة وتصير انتخابات، يا انه هن ما راح يخلوا انتخابات الرئاسة تصير، وهيدا مبدأ مرفوض بكافة الأحوال. في طريقة واحدة تصير الانتخابات الرئاسية، ما في 10 طرق، وإلا بنكون نحن عم نزور الدستور وعم نلعب على حالنا وعم نلعب على الناس، هي انه كل فريق يرشح البدوية ننزل كلنا سوا على جلسة 9 حزيران، وهون اللي بيطلع هاي الطريقة الوحيدة. ثاني شيء ما حدا يتحجب وجود 3 مرشحين، لأنه وقت بصيروا 2 قوية معهم هالقد صوت ومرشح ثالث معه 10 11 12 8 9 صوت، ساعتها ما بعود يقدر يدار هو طبيعيا بالدورة الثانية ولا الثالثة، وحكما لأنه بيكون عم بيعطل الانتخابات والأستاذ هنري حلو ما بتصور ولا بأي شكل من الأشكال، يعني عنده هالنية أو بهالوارد حكما بينسحب لمصلحة واحد من 2، أو بتتوزع الأصوات يلي كانت معه على 2 بشكل من الأشكال وبيطلع حدا من 2 الآخرين رئيس جمهورية. هيك انتخابات بتنتهي، يا ميشيل عون رئيس جمهورية يا سمير جعجع رئيس جمهورية، وأنا شايف هذا شيء طبيعي. من دكتور جعجع، ما نقول البلاد بالفراغ في تخوف بين المواطنين من سيناريوين، الاول التمديد مره ثانيه للمجلس النيابي، والثاني من اي انقلاب كما حصل بالطبع ايار يؤدي بالتالي لتسليه معينه لا نشوف رئيس جمهوريه للبلاد. حضرتكم شو متخوفين؟ انا صراحه ماني شايف هالمره كمعطيات، ماني شايف في 7 ايار ثانيه. هي 1 2، حتى لا سمح الله لو بده يصير 7 ايار تاني هالمره ما راح يغير اي شيء بالواقع مثل ما غير سنه 2008. ثلاثه بما يتعلق بالانتخابات النيابيه، نحن مش منا بقى مع اي تمديد لها باي حال من الاحوال. المره الماضيه افترضنا انه التمديد تمديد تقني، نحن كان طرحنا 4 5 اشهر للفرقاء المعنيين يقدروا يحضروا انتخابات، لانه ضلينا لاخر لحظه كلنا سوا عم نشتغل بقانون الانتخابات، ومفترضين ضمنا وكل الفرقاء مفترضين على انه بنخلص قانون الانتخابات وبنحدد موعد الانتخابات النيابيه، طبعا بده وقت بين القانون الجديد والتحضير 5 6 اشهر. للاسف الفريق الاخر ما قبل الا تمديد مثل ما عاد صار سنه وخمسة اشهر، بس هالمره خلص تمديد ما فيه، بدها جلسه او جلستين المجلس النيابي، وهيدي دستوريا وقانونيا مفهومه تماما للتصويت على قانون انتخابات جديد، لانه لا يجوز من بعد كل اللي صار نروح على الانتخابات بقانون 60،
عم بسمع اليوم البعض عم بلش يرجع يلمح عنه 60. أنا برأيي هاي خيانة كبيرة 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 كبيرة. نروح نصوت بالمجلس النيابي. كل مشاريع واقتراحات القوانين الخاصة بالانتخابات النيابية موجودة بالمجلس النيابي. بدها جلسة واحدة للتصويت عليهم. خلاص نطرحهم واحد ولا الثاني ولا الثالث. القانون اللي بيربح بيكون هذا القانون انتخابات جديد على ضوء نروح على الانتخابات المقررة بالتشريع بأيلول تشرين أول تشرين الثاني الجاي إذا الله راد. بس هو أحسن تحاول يوصلوا ل يعني طريق مسلوق هو أحسن انتخابات على أساس قانون الستين أو لا انتخابات والتمديد مرة أحسن شيء انتخابات على أساس قانون جديد انطلاقا من واحد من القوانين الموجودة بالمجلس النيابي هذا المنطق. يعني أولا عم بيمون على غيره شو عرفه أنه سعد الحريري بده يكون بهالثلاثية عم بتصرف بغيره تاني. تانيا ما عرفت الا راسه من كعبه كيفيه ثلاثيه وبالتالي يعني بفضل ما تكون مطروحه على بساط البحث كمان لما تكون مقدمه من قبل البعض الى ثلاثيات اخرى مرفوضه كليا. بس رجعت انطلاقا من هذا الكلام اللي بتقدم فيه الجنرال عون البعض عم بيراهن على انه قد تكون اللحظات الاخيره تؤدي الى تسويه ما كون في مهادنه من قبل عون تجاه تيار المستقبل كون القنوات الاتصالات ما زالت مفتوحه بين الطرفين يعني ما عم بيهاجموا بعضهم وسعد الحريري اكد المره انه ما عم يزيدوا على اي احد ما بتتخوفوا باللحظه الاخيره يكون في يعني مش عم نروح على التسويه يمشي تيار المستقبل بالعين ما عنا يمشي بالعماد عون انا ماني هيك شايف انا ما هيك شفت لانه كل يوم نحن تيار المستقبل ما هيك شفت ابدا على الاطلاق انه الفرقاء اللبنانيين يحكوا مع بعضهم ويهاجموا بعضهم احسن شيء احسن خبر ممكن نسمعه كلنا سواء اهم شيء يضلوا هيك بس كمان يعني تنطبق على الكل وما يهاجموا بعضهم لا بشكل ولا باخر لا بشكل ولا بشكل اخر بس الباقي وصول الى تسوي وتيار المستقبل يمشي ب اللي ما يدعون بتمنى تسوي تيار المستقبل عن هالموضوع بس انا كل معلوماتي وكل اجوائي على انه مش وارد هالامر طبعا بجد الوقت بقول لك تيار المستقبل ما عنده فيتو على عماد عون مثل ما نحن ما عندنا فيتو على عماد عون ما حدا عنده حد فيتو على حدا هالمره مش هناك عم نقول ينزلوا الكل على الجلسه الانتخابيه ولو بدهم يطلعوا حيالله مرشح اذا بيطلع باصوات مين ما كان من كل ما عندهم فيتو على الكل ما راح يكون في عندنا مشكله شرفته يا 100 الف اهلا وسهلا إذن